الحملة ما بين مشاريع مبادرة التنمية المستدامة ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والقطاعات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من الأهالي والقطاعات المختلفة، ومن ضمنها مبادرة غرس شجرة في المناطق المحتاجة. وبكل تأكيد عن طريق منصة إحسان بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. للحديث أكثر عن التشجير، عن المبادرات المتعددة المتنوعة من كافة الجهات، يسرنا أن يكون معنا هنا في الأستوديو الأستاذ عبيد العوني وهو المهتم والناشط البيئي. أهلا وسهلا، صبحك الله. أهلا، صباح الخير، يا مرحبا فيكم. الله يحييك. الله يحييك أستاذ عبيد. يعني خلينا نرجع شوي، يعني سنوات للوراء، أنت شخص لك جهودك الفردية من زمان وأنت مهتم بالبيئة وأيضا التشجير. اليوم في تصاعد لهذه الثقافة على مختلف المستويات، نتحدث برامج وطنية، أجهزة حكومية، حتى القطاع الخاص، القطاع الثالث، الأفراد صاروا يساهمون وصرنا نشوف في نشاط كبير وهو من ضمن المستهدفات وأيضا الخطط. كيف تشوف هالحراك وسرعة أيضا تصاعده؟ والله الحراك يعني بقوة غريبة غريبة جدا. كان بالقديم يعني في حراك لكن مثل مشي السلحفاة، الآن أسرع من الأرنب ما شاء الله. وإن شاء الله نشوف في السنوات القادمة غابات ويعود الغطاء النباتي وتعود أيضا المدن الجافة الإسمنتية إلى حديقة غناء. وطبعا ليس غريب الآن ولي العهد الله يحفظه والملك حفظوا وأيضا بادروا في مبادرة قوية جدا، فنحن كمواطنين وكشعب علينا أيضا أن نبادر في كل ما نستطيع، الجهات، المواطنين، الجمعيات. يعني أمس كان معي لقاء مع الدكتور عبد القادر في تنمية الغطاء النباتي، فكان مسرور جدا وكانت عندهم مبادرة سوف ممكن نتكلم عنها اليوم، مبادرة جميلة جدا ألا وهي يعني 70 ريال يعتنون بالشجرة حقتك لمدة 3 سنوات، حتى لو ماتت يقومون في زراعة شجرة أخرى بديلة وأيضا يضعون عليها الشبك يعتنون فيها. فعن طريق منظمة أيضا إحسان ممكن أن تبادر في 70 ريال مثلا، ممكن تبادر في أكثر، أنت ممكن تغرس غابات في المستقبل وأيضا في مكان محمي وليس مكان يعني يأتي من كان فيقطعها أو رعي جائر إلى آخره. فهذه مبادرة لم نكن نتوقعها بالقديم. قديما كنا نتكلف أكثر من 70 ريال، وبعد ما تزرعها وتتعب سنوات يجيك واحد يا يقطعها يا رعي جائر، وتعبك هذه السنوات كلها راحت. المناسبة، لأنه ممكن يكون أنا ما عندي خبرة إيش النوع المناسب للغرس في هذه المنطقة في هذه المدينة، كيف يتم التخطيط لذلك؟ كان حديثنا أمس عن اختيار أنواع الأشجار مع الدكتور عبد القادر، والحقيقة وجدت إنسان جدا متفاهم لهذه الأمور، من ضمنها الأشجار الغازية المدمرة مثل برسوبس الغازي المسكيت اللي موقع السعودية على منع زراعته في مركز الحياة الفطرية، ومن أخطر 100 شجرة بالعالم. وهذه الشجرة أيضا قتلت الكثير من الأشجار في السعودية وعبرت أكثر من 2000 بل 3000، أكثر يمكن تعدى كيلوات كثيرة جدا، قطعها وقتل جميع أشجارها. فهذه الشجرة من خلال جذورها طبعا في الأرض، جذورها أيضا شجرة اسمها غازية، في أشجار ممكن تجلب لكنها ما عندها أي مشاكل، في أشجار غازية، حتى في أشجار حتى زهورها إذا أكل منها النحل العسل حقه يتسمم. يعني عندنا المشكلة مو هو في ولا هو بالعيب في الشجرة، العيب أين تزرع هذه الشجرة. فلابد يعني اختيار أشجار مناسبة، في أشجار تزرع في المدن، في أشجار في الحدائق، في أشجار في البرية، في أشجار على الشواطئ، في أشجار تتحمل الملوحة، في أشجار لا تتحمل المياه العذبة، في أشجار ممكن أيضا تساعدنا في تنقية الهواء وأخذ عوادم السيارات، وأيضا حتى العناصر اللي موجودة بالتربة الخطيرة ممكن تأخذها من اليورانيوم والمواد الرصاص الخطيرة تمتصها. يجب علينا اختيار الشجرة المناسبة. أيضا هناك أشجار توضع عند مدارس الأطفال، بعضها سامة بعضها خطيرة، ممكن تزرع أيضا في الحدائق، ممكن تزرع على الكورنيش. فلابد اختيار أشجار مناسبة لا تسبب حساسية، لا تسبب ربو، لا تسبب أمراض، وأيضا
وأيضا تتحمل بيئتنا الحارة وليس فقط نأتي في أشجار من الغابات الأمازون ونزرعها عندنا ثم بعدين تموت فتصبح خسارة. صحيح. هناك أشجارنا المحلية أكثر من 250 نوع شجيرات وأشجار، وهناك أيضا أشجار عالمية تناسب بيئتنا ولا فيها أي مشاكل. اليوم الفرد اللي بيتطوع ويقوم يشجر الأماكن المحيطة فيه سواء في منزلة أو حتى في أي مكان يكون خاص فيه أو بيشارك في التشجير من خلال حملات تطوعية وغيرها، التكلفة أسألها عن هذا الجانب، ممتاز. أسأل عن جانب أيضا هالمعلومات اللي ذكرتها، المنصات المهتمة تقدم هذه المعلومات للأفراد اللي حابين يحصلون على أفضل وأجود الأنواع حتى يكون العمل تكامل، يعني لا تزرع بعض الأشجار الغازية بتصرف فردي خاطئ أو اجتهاد فردي خاطئ. نعم، هناك أمس كان الحديث بيني وبين الدكتور عبد القادر والقيلة ألف تحية، هذا الرجل كان أيضا يعني من ضمن الحديث أنهم لا سوف يعطون الجمعيات، طبعا في هناك مؤسسة سوف تقوم، مؤسسة اسمها مروج، مثل ما مأخوذة من سوف تعود الجزيرة العربية بإذن الله مروجا وأنهارا، فهذه المؤسسة هي سوف تشرف على جمعيات، الجمعيات البيئية هي التي تقوم بالتنفيذ في جميع مناطق المملكة، فالمؤسسة هذه سوف تقوم في إرشاد الجمعيات ما هي الأشجار المناسبة في منطقتهم. مثلا نقول أبها ممكن نزرع مثلا أشجار العرعر مناسبة، لأن أشجار العرعر تنبت في ارتفاعات معينة، لا تنبت بالرياض، تنبت في ارتفاعات معينة، ممكن الرياض أيضا اختيار أشجار مناسبة لها، وأيضا مثلا منطقة الشمال والمنطقة الشرقية والغربية هذه سواحل، فكل شجرة يعني سوف تدرس وتوضع بالمكان الصحيح. والتكلفة؟ والتكلفة طبعا يحاولون بقدر الإمكان البحث عن تكاليف أقل، لأن هناك بعض الأشجار للأسف يعني قيمتها في بعض السوق قيمتها مبالغ فيها، يعني مثال شجرة واحدة من الغاف وجدناها في بعض المشاتل للأسف 100 ريال الحبة. وهي كم سعرها الحقيقي يعني؟ سعرها الحقيقي مجانا لو تأخذ أنت البذرة تزرعها عندك بالبيت وبعد ما تكبر تروح تزرعها، هذه تصير مجانا. أيضا الجمعيات هذه ممكن توفر لك البذور، ممكن توفر لك الشتلات في أسعار أقل وأرخص من أنك تجدها بالمشاتل، أيضا عندها عوامل الصيانة وممكن حتى تسميد إلى آخره، يعني الشجرة اللي سوف تزرع بإذن الله يعني 80-90% بإذن الله سوف تكون حية بإذن الله. في مبادرات كثيرة زي السعودية الخضراء، الشرق الأوسط الأخضر لنجعلها خضراء، أيضا يعني مروج، كل هذا المبادرات التكاتف ما بينها ماذا سينتج؟ سوف ينتج جنة خضراء بإذن الله. يعني أنا فرحان وسعيد يعني أن السعودية الآن تصدرت 180 دولة في البيئة، وأيضا أصبحت بالمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاهتمام بالبيئة. 50 مليار شجرة، 40 منها في الدول العربية، 10 مليارات في السعودية لوحدها. طبعا ممكن احنا نطمع زيادة، ودنا الأرض تصير خضراء كثير، لأن الشجرة ليست هي للعبث. صحيح. وليست أيضا هي بعضهم يفهمها للتزيين، هي الحياة، هي صحيح. هي جودة الحياة، في كنفها يعيش الكثير من المخلوقات. الجو عندنا شجر أيضا لخفض درجة الحرارة المرتفعة. يا سيدي الفاضل، يا سيدتي، أيضا في وادي حنيفة لوحده مثال يعني يحتذى، في الأعلى وبالأسفل بالوادي فرق بين درجة الحرارة بعض الأحيان 5 درجات وبعض الأحيان تصل إلى 10 درجات. بسبب ماذا؟ بسبب التشجير، لأن وادي حنيفة ممكن 80% منه مشجر. صحيح. بينما في الرياض بالأعلى قديما، الآن هناك الرياض الخضراء، بالأعلى كانت يعني نسبة الأشجار بكل أمانة تقريبا ممكن 20%، لا تقدم لنا شيء. الإزفلت الآن يأتي بحرارة شديدة جدا. صحيح. عوادم السيارات، حتى تنفس البشر، أمور كثيرة جدا. نعم. تلوث. فأصبحت المدن بحاجة ضرورية بالتأكيد إلى التشجير بشكل قوي، ونشكر. نعم. ولي العهد، ونشكر أيضا الملك الله يحفظهم. آمين. على هذه المبادرات الرائعة، بل
اللي نفتخر فيها في كل دول العالم. يعني نقدر نقول أنه التشجير هو ضرورة، هو حياة، هو إعمار للأرض. نعم. وإحنا طيب لازم نشكر المهتمين في الجوانب البيئة والتشجير. يعني بأمانة أنت أستاذ عبيد لك سنوات وأنت مهتم وأيضا متطوع في هذا الجانب وبحب وبشغف لم تتوقف، عشان كده أقول لك بيض الله وجهك ويعطيك العافية. أنت وشرواك من المهتمين بالبيئة وأيضا بالطبيعة، لأنه هذا المكان اللي نعيش فيه يجب أن نهتم فيه. شكرا جزيلا لك المهتم والناشط البيئي الأستاذ عبيد العون. الحديث أكثر ينضم إلينا الناشط والمهتم بالبيئة عبيد العوني. أستاذ عبيد أهلا بك معنا. اليوم قادت 40 دولة يجتمعون للبت في أزمة هي عالمية، أزمة التغير المناخي. ما هي الخسائر البيئية من التغير المناخي أستاذ عبيد؟ أولا أشكركم في الحقيقة، ثانيا هذا يعتبر عرس عالمي بيئي يحتفل فيها الكوكب بأكبره، وأيضا خادم الحرمين الشريفين يعني تكلم كلام جميل جدا عن البيئة ومستقبلها. طبعا البيئة بالسابق كانت تعاني من أمور كثيرة جدا، قتل الكثير من الحيوانات، دمرنا التنوع البيولوجي، زادت الحرارة، أيضا الأمراض كثرت مثل الربو والحساسية وغيرها بسبب العوادم وبسبب الغازات الخطيرة والانبعاثات التي تسود ليس فقط في السعودية بل حتى سادت في كل دول العالم. فأصبح هذا خطر بيئي لابد من تعاون المجتمع لكبح هذا التلوث الخطير علينا جميعا. أستاذ عبيد، يعني هل الخطر ومواجهته يقتصر على التدابير الحكومية أم أن المسؤولية تتعدى حتى على الأفراد في أي منطقة في العالم؟ لا بد أن يكون هناك شراكة مجتمعية بين الحكومات وبين أيضا الشعوب وبين المسؤولين، وأيضا يكون هناك تعاون حتى دولي مثل ما وضحوا في القمة أن لابد أن يكون هناك دراسات وأبحاث جديدة تخدم البيئة وتكون مشتركة. وأيضا لابد علينا نحن أن نقف مع كلمة الملك الله يحفظه ولي عهده الأمين في زراعة الكثير من الأشجار، في التوعية البيئية، في أيضا عدم الاحتطاب، وأيضا التوجيه والإرشاد، وأيضا زراعة بقدر ما نستطيع من أجل أن تعطينا هذه الأشجار الأكسجين، وأيضا لا ندمر الكوكب أو لا ندمر أرضنا. فعلينا أن لا نرمي الأكياس، لا نلوث الأرض، أيضا نحاول بشتى الطرق بحث ابتكارات جديدة
من أجل بيئة صحية. أستاذ عبيد، العقد الماضي كان هو الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة في تاريخ البشرية. ما هي القدرة لدى الأشجار والتنوع البيئي في السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة وأيضا الانبعاثات الغازات الدفيئة؟ يا سيدتي، هناك حصلت كوارث غير طبيعية في الآونة الأخيرة. يعني كانت أوروبا وهي معروفة في الجو الجميل أصبحت تأتيها درجات حرارة مرتفعة، أيضا حصلت انهيارات في الثلوج، حصلت كوارث كثيرة جدا، أيضا التسحر أصبح يغزو العالم، لا يوجد أشجار. فالآن نادت كل دول العالم وأيضا على رأسها المملكة العربية السعودية ومبادرة الشرق الأوسط 40 مليار شجرة، منها 10 مليارات في السعودية، مبادرة رائعة، بل هي هي 10 ملايين أو 10 مليارات شجرة في المملكة و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط. نعم، وهذه تجعل السعودية في المركز الأول في السنوات القادمة بإذن الله في التصدي لهذه الكارثة ألا وهو تغير المناخ. فالشجرة لها دور مهم جدا. الشجرة الواحدة تعطينا 47 لتر أكسجين. كل ما زادت الشجرة كل ما زاد الأكسجين، ونحن بحاجة هذا الأكسجين النظيف. وأيضا عندنا تقنيات جديدة من ضمنها الهيدروجين الأخضر، وهو هيدروجين وطاقة بديلة لا تخرج لنا كربون، وهذه سوف تقام بإذن الله بنسبة أضخم، يعني نسبة نصف ما يقوم بها العالم في نيوم الذي وضح عنها ولي العهد الله يحفظه. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبيد العوني، الناشط والمهتم بالبيئة، على هذه القراءة.